هل العباءة وهي الزي الشرعي للمرأة وإن كان هو الزي الصحيح، فأين الخمار الذي يغطي الصدر الذي تحدثت عنه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين. نعم، الخمار موجود على الرأس ولا مانع من أن يكون على الرأس غطاء أحدهما الخمار والثاني العباءة، وهذا هو الذي جرت به العادة عند النساء في هذا البلد في قديم الزمان، خمار وفوقه العباءة.